بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية في مادة التاريخ للشهادة الإعدادية على قناتنا القوافل التعليمية. نتمنى التركيز والاستمتاع بهذه الأسئلة المتنوعة والمتعددة في مادة التاريخ. احنا في الفصل الدراسي الأول شفنا أسئلة كتير جدا على مستوى 27 محافظة. من هذه الأسئلة اللي كان عليها جدل لبعض طلابنا، ايه سؤال ما تقييمك لمصداقية؟ ايه سؤال ما العلاقة؟ الحاجات دي كلها طبعا أسئلة طبعا بدأنا نستحدثها في الامتحانات عشان بنقيس بيها مستويات التفكير ونقلل من معدلات الغش عند الطالب، اللي كان بتقوم معظم الأسئلة على التلقين أو التذكر أو الحفظ، فكان بالتالي بيحقق الطالب الشاطر زي الطالب الضعيف. لا، احنا دلوقتي بدأنا نركز على أسئلة متعددة بتقيس كل مستويات التفكير. فهنا مثلا احنا عندنا سؤال ما تقييمك لمصداقية. يعني ايه كلمة ما تقييمك لمصداقية؟ يعني انت في رأيك العبارة دي صادقة ولا غير صادقة وليه؟ ما ينفعش ان انا اقول ايه ان العبارة صادقة واسكت، او عبارة غير صادقة واسكت. يعني مثلا هيقول لي ما تقييمك لمصداقية نجحت اسرائيل في السيطرة على بعض المناطق في عدوان 5 يونيو 67، انسحبت منها في العدوان الثلاثي 56. العبارة دي صادقة ولا غير صادقة؟ بيقول نجحت إسرائيل في السيطرة على بعض الأراضي أو على بعض المناطق في عدوان 5 يونيو 67، نفس الأراضي دي كانت انسحبت منها في العدوان الثلاثي 56. طبعا هقول له كده الإجابة عبارة صادقة. ليه؟ أقول له الدليل أنها نجحت في الاستيلاء على قطاع غزة، وده كانت انسحبت منه في العدوان الثلاثي، تمام؟ ونجحت في الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء حتى وصلت إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، وكانت موجودة في سيناء في العدوان مين؟ الثلاثي. يبقى فعلا العبارة هنا صادقة. هقول له كده لأنها نجحت في السيطرة على أراضي سيناء وقطاع غزة، وهما نفس الأراضي اللي انسحبت منهم في العدوان مين؟ الثلاثي. ده سؤال ما تقييمك للمصداقية. ممكن يقول لك ما تقييمك لمصداقية تبنت ثورة يوليو سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز؟ أقول له عبارة صادقة. طب إيه الدليل؟ الدليل أن مصر شاركت في تأسيس حركة عدم الانحياز، وشاركت في عقد مؤتمر باندونج بأندونيسيا عام 1955، واللي مثل مصر في هذا المؤتمر كان الرئيس جمال عبد الناصر. ده سؤال مثلا ما تقييمك. ما تقييمك لمصداقية تشابهت الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة يوليو مع الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير؟ احنا عارفين الأوضاع الاقتصادية كانت سبب مشترك في قيام كل الثورات المصرية، وعلى رأسها ثورة 23 يوليو 52 وثورة 25 يناير 2011. طب ما تيجوا نراجع الاثنين مع بعض. لو جات لك مقارنة قول له تدهورت الأوضاع الاقتصادية لمصر قبل ثورة 23 يوليو 52، قوله بسبب ايه؟ توقيع معاهدة 36 التي جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، واستنزفت موارد البلاد، وارهقت الاقتصاد المصري، وزادت من معاناة افراد الشعب. ايضا اسباب سوء الاوضاع الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير سببين مهمين جدا، ابرزهم التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة. واحنا قلنا سياسة الخصخصة دي عكس التأميم. لو ركزتوا معايا، الخصخصة ان انا حولت شركات القطاع العام الى قطاع خاص. طب هي تطبيق غير سليم لسياسة الخصخصة ليه ادى الى سوء الاوضاع الاقتصادية؟ قلنا لانه ادى الى بيع العديد من الشركات ومؤسسات الدولة لمجموعة من رجال الاعمال باقل من سعرها الحقيقي، وخرج الالاف من العمال والموظفين الى التقاعد او المعاش المبكر، فانضموا الى طابور البطالة، وارتفعت أسعار السلع والخدمات. يبقى إذن هنا أدي أول سبب لسوء الأوضاع الاقتصادية. أيضا ساءت الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة 25 يناير بسبب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. ده مثلا سؤال ما تقييمك لمصداقية. برضو هنا ما تقييمك لمصداقية اختلف موقف الولايات المتحدة الأمريكية في عدوان 5 يونيو 67 عن موقفها في العدوان الثلاثي؟ العبارة صادقة.
في العدوان الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية رفضت العدوان ورفضت استخدام القوة في حل المنازعات. لكن في عدوان 5 يونيو 67 قلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت العديد من المساعدات لإسرائيل أو الكيان الصهيوني في ذاك الوقت، حيث قدمت لها عن طريق أقمار التجسس والصور الأقمار الصناعية تصوير المطارات والقواعد العسكرية المصرية في سيناء وكل أراضي مصر، وبالتالي نجحت إسرائيل في تدمير العديد من المطارات المصرية في عدوان 5 يونيو 67. طيب هنا برضو اختلف موقف الاتحاد السوفيتي في حرب اللي هو فلسطين عن اللي هو العدوان الثلاثي. طالب بيقول لي الله ما خدناش اللي هو الاتحاد السوفيتي في حرب فلسطين، احنا خدنا الولايات المتحدة. يبقى انت هنا بدأت تركز معايا. خلي بالك الاتحاد السوفيتي احنا درسناه في حروب معينة ودرسناه في مواقف معينة. زي ايه؟ زي قرارات مجلس الامن. احنا خدنا كم قرار لمجلس الامن؟ اللي مركز معايا خدنا قرار تقسيم فلسطين عام 1947، خدنا قرار الهدنة في حرب فلسطين 48، خدنا ايضا قرار مجلس الامن رقم 242 او 242 الصادر في 22 نوفمبر 67، خدنا ايضا قرار مجلس الامن رقم 338 الصادر في 22 اكتوبر 73. لو جينا بصينا للقرارات دي كلها تخلي بالك منها كويس جدا. قرار تقسيم فلسطين مين صاحب فكرة هذا القرار؟ بريطانيا. بريطانيا عرضت مشروع تقسيم فلسطين على هيئة الأمم المتحدة. وتخلي بالك عشان في أسئلة الصواب والخطأ ممكن يقولك إيه، قامت بريطانيا بعرض قضية تقسيم فلسطين أو مشروع تقسيم فلسطين على عصبة الأمم. قل له خطأ، لأن هنا قرار تقسيم فلسطين 47، عصبة الأمم انتهت سنة 45 بمجرد ما انتهت الحرب العالمية الثانية، لأنها فشلت في منع الحرب العالمية الثانية. وبالتالي أي حدث بعد 45 يبقى الأمم المتحدة، ما تجيب سيرة عصبة الأمم. يبقى إذن هنا قامت بريطانيا بعرض مشروع تقسيم فلسطين على هيئة الأمم المتحدة عام 47. القرار ده نص على إيه؟ إن أنا أقسم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية والقدس مدينة دولية، يعني تدويل القدس. طبعا قرار فيه انحياز واضح جدا جدا لليهود. ولذا ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان يقول لك ما موقف العرب من قرار تقسيم فلسطين؟ هقوله كده، رفض العرب قرار التقسيم. طب ما ممكن ما يجيبوليش ما موقف، يقولي ما رأيك؟ ايه رأيك في موقف العرب من قرار تقسيم فلسطين؟ رأي انه موقف مشرف للعرب، حيث يدل على حرص الدول العربية على وحدة أراضي فلسطين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. طيب هنا لما يقول لي كده موقف العرب أن رفضوا قرار التقسيم، طب إيه موقف اليهود من قرار التقسيم؟ رحب اليهود. طبعا لازم يرحبوا. ليه؟ لأن ما بقتش بريطانيا بس اللي اديتهم وعد بلفور، ده كمان حتى المجتمع الدولي قال لهم من حقهم دولة يهودية. ولذا رحب اليهود بقرار التقسيم وارتكبوا العديد من المذابح في حق الشعب الفلسطيني أبرزها مذبحة دير ياسين. أيضا ما موقف بريطانيا؟ بريطانيا اللي صاحبة الفكرة بتاعت التقسيم، هنا بريطانيا امتنعت عن التصويت، يعني كان موقفها موقف سلبي جدا وهو الامتناع عن التصويت على القرار، وقامت بإنهاء الانتداب على فلسطين في 14 مايو 48 وسحبت قوتها من أراضي فلسطين. طيب عندي هنا قرار الهدنة في حرب فلسطين 48، مين صاحب القرار؟ صاحب فكرة قرار الهدنة في حرب فلسطين الولايات المتحدة الأمريكية. طلبت من مجلس الأمن إصدار قرار بالهدنة، يعني وقف القتال لمدة محددة، وبالفعل قرار الهدنة كان شهر. استغل اليهود قرار الهدنة لصالحهم في التدريب وفي التسليح، وبدأوا يستغلوا هذا القرار وما التزموش بقرار الهدنة. العرب التزموا بالهدنة لكن اليهود لم يلتزموا بالهدنة. ولذا ممكن يقول لكم ايه، صح ولا غلط، كان قرار الهدنة او غير قرار الهدنة في حرب فلسطين نتيجة الحرب لصالح اليهود؟ قل له نعم، إجابة صحيحة. ليه؟ لأن اليهود استغلوا قرار الهدنة في تدريب وتسليح جيوشهم ونجحوا في تحويل دفة الحرب لصالحهم في الجولة الثانية. طيب عندنا قرار 242، ده طبعا من الأسئلة المهمة جدا جدا عندك في الامتحان دايما. قرار 242 صدر بعد هزيمة 5 يونيو 67. قرار 242 بينص على عدة نصوص من أبرزها إنهاء حالة الحرب واحترام كل طرف سيادة واستقلال الطرف الآخر،
حرية الملاحة في الممرات الدولية، أيضا انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو 1967 وهي سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس في مصر والجولان السورية وقطاع غزة والقدس بفلسطين والضفة الغربية لنهر الأردن، أيضا إقامة مناطق منزوعة السلاح بين الدول العربية وإسرائيل، وطبعا قرار 242 قلنا رحبت به مصر والدول العربية وامتنعت إسرائيل عن تنفيذه. فهنا ممكن يجيب لك سؤالك دلل إسرائيل لم تحترم قرارات الشرعية الدولية عام 67، قل الدليل أنها لم تنفذ قرار 242 حتى اليوم. ماذا كان يحدث إذا قامت إسرائيل بتنفيذ قرار 242؟ كانت انتهت حالة الحرب بين العرب وإسرائيل، وكانت انسحبت إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة في 5 يونيو 1967، ولم تقم حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73. طيب هنا عندي قرار مجلس الأمن رقم 338، قلنا القرار ده صدر أثناء حرب أكتوبر ونص على وقف جميع العمليات الحربية بين مصر وإسرائيل بدءا من ليلة 22 أكتوبر. قلنا ده القرار الوحيد اللي اتفق فيه موقف مصر وموقف إسرائيل، إن الاتنين رحبوا بالقرار وبدأوا مرحلة مفاوضات، وبالتالي نجحنا في تحقيق الهدف الأكبر من حرب أكتوبر وهو إنهاء حالة لا حرب ولا سلم. والدليل أجبرنا إسرائيل على القبول بمبدأ التفاوض، وده كان من الدروس المستفادة من الحرب، لأن خلوا بالكم من سؤال الدروس المستفادة هيقولك ما النتائج المترتبة على حرب أكتوبر بالنسبة لمصر ولإسرائيل، أو ما الدروس المستفادة من حرب أكتوبر؟ هتقول لي كده أنهت، أثبتت، أظهرت، نجحت، أثرت. أنهت حرب أكتوبر نظرية الأمن الإسرائيلية، والدليل نجاح القوات المصرية في تدمير الخطوط الدفاعية الإسرائيلية على رأسها خط بارليف، والقوات السورية في الجولان أنهت الخطوط الدفاعية على رأسها خط ألون أو خط ألوان. أيضا أنهت حالة لا سلم ولا حرب، والدليل أفسحت المجال أمام المفاوضات. أيضا أثبتت أن منطق القوة لا يمنح سلام، وأثبتت كفاءة المقاتل العربي، وأظهرت أهمية سلاح النفط العربي، وشفنا إزاي كان ليه دور عظيم في الحرب، وأظهرت مدى أهمية التضامن العربي في مواجهة الخطر الإسرائيلي، ونجحت في تقويض يعني هدم أسس العقيدة القتالية الإسرائيلية، وأثرت في علاقة إسرائيل بالدول المحبة للسلام في آسيا وأفريقيا وأوروبا. أكثر من 30 دولة عالمية قطعوا علاقتهم بالكيان الصهيوني في ذاك الوقت لأنهم علموا أنها دولة تدعو إلى الحرب وليس إلى السلام. ده بالنسبة لهذا السؤال المهم جدا. أيضا من الأسئلة الجميلة جدا هو سؤال مزايا السلام، يعني الدروس اللي ممكن تعود علينا فوائد من السلام. مزايا السلام هنقول كده تنشيط حركة السياحة وتوفير العملات الأجنبية وزيادة الدخل القومي، تحقيق الاستقرار الداخلي لشعوب المنطقة وتوفير حياة آمنة، أيضا تشجيع الاستثمار ورؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر والدول العربية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. نتمنى احنا نكون استفدنا وركزنا في الأسئلة دي، وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية في مادة الدراسات الاجتماعية. كان